السلام عليكم ورحمة الله. توظف الميليشيات الحوثية المصطلحات الدينية فيما يخدم مشاريعها الطائفية، ومن ضمنها مصطلح الخمس. ورغم ابتلاعهم للأموال، أموال الدولة في البنك المركزي اليمني، وأموال الشعب والمؤسسات الخاصة والعامة، وأموال الزكاة وغيرها، فإنها لم تكتفي بذلك كله، بل تسعى إلى فرض ما أسمته الخمس من الأموال تدفع لسلالة معينة ممن ينتمون إليها. فما الخمس؟ وما حقيقته؟ وكيف تتستر الميليشيات الحوثية خلفه لنهب المزيد من أموال المواطنين؟ وكيف لعصابة انقلبت على الدولة وانتهكت الحقوق وارتكبت الجرائم أن تعطى من أموال اليمنيين؟ وهل لمجموعة من النواب تقبع تحت الإقامة الجبرية في صنعاء حق مناقشة وتعديل القوانين النافذة في البلاد؟ التوظيف السياسي لمصطلح الخمس عند الحوثيين موضوع حديثنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل وطن، وهذا الموضوع أناقشه مع ضيفي هنا في الاستوديو الباحث زايد جابر، وكيل وزارة الثقافة. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، حياكم الله. سعيدين أن تكون معنا اليوم لنناقش معك هذا الموضوع. سنبدأ النقاش حول التوظيف السياسي لمصطلح الخمس عند الحوثيين، لكن في المبتدأ دعنا أستاذ زايد والمشاهد الكريم أن نتابع سويا هذا التقرير الذي أعده مشكورا الزميل فؤاد فارس. نهب الوطن كله، وبقانون الخمس المزعوم يسعون لنهب ما تبقى من أموال المواطنين. فاليمني حلال الدم لميليشيا لا وجود للمحرمات أو الحرمات في قاموسها، وأموال اليمنيين هي أموال الحوثيين وفق تصورهم المريض الذي يلبسونه لبوس دين هم أكثر من يشوه صورته ويزيفون حقيقته. وفقا لمصادر في صنعاء، فقد أعدت ميليشيا لا تملك أدنى مشروعية مشروع تعديل بشأن قانون الزكاة والرعاية الاجتماعية، ليأتي التعديل الجريمة على النحو التالي: يجب الخمس 20% في الركاز والمعادن المستخرجة من البر والبحر ظاهرا كان منها أو باطنا، سائلا أو جامدا، ويشمل ذلك سائر المعادن من الذهب والفضة والنحاس والعقيق والزمرد والفيروز والنفط والغاز والقير والأحجار والكر والنيس والزئبق والملح، وكلما كان له قيمة من المعادن وصح الاستثمار فيه كالمياه المعدنية ومصانع الطوب ومقاطع الأحجار والكسارات والآبار الارتوازية التي يقوم ملاكها ببيع المياه ونحوها وعلى الوجه المبين تفصيلا في اللائحة. نص تبعث كلماته على الضحك والأسى في آن واحد، إذ ليس أسوأ من الجريمة إلا قوننتها. فما يسمى سرقة ونهبا واغتصابا لأموال اليمنيين بات خمسا وفق تعبيرات الحوثيين، أما المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا فبات عليها أن تواجه قوانين علنية من صياغة الإيرانيين. محاولات الحوثيين تركيع اليمنيين محاولات تؤكد صيرورة التاريخ فشلها، فالشعب الذي هب في سبتمبر 62 ليقتلع الإمامة بخرافاتها وظلمها على وشك أن يقتلع الميليشيا بظلماتها وأوهامها الإيرانية، وتلك حقيقة تؤكد اقتراب ساعة الحساب، حساب يتخوف منه ويحاول الالتفاف عليه كل من نهبوا أموال الوطن وممتلكات المواطنين بالقوة، ويسعون اليوم لاستكمال ما تبقى تحت عنوان الخمس المزعوم. أهلا وسهلا بكم، عدنا إليكم من جديد. شكرا لزميل فؤاد فارس على هذا التقرير، وأجدد ترحيبي بضيفي هنا في الاستوديو الباحث زايد جابر، وكيل وزارة الثقافة. أجدد ترحيبي بك أستاذ زايد. أثار الحوثيون مصطلحا سياسيا دينيا حاولوا من خلاله أن يوظفوه بما يخدم مشاريعهم وبما يخدم سلالتهم بالتحديد مصطلح الخمس، وسنناقش معك هذا الموضوع، وسنعلق أيضا على السبب في تحريكه في هذه الفترة بالذات. لكن ما هو الخمس وما حقيقته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني
الخمس كغيره من المصطلحات والقضايا التي اتكى عليها الفكر السلالي والعنصري لإثبات يعني دعواه بالتفضيل والحكم واحتكاره للسلطة والثروة، وهي محاولات لترسيخ النظرية التي يقوم عليها الفكر الإمامي، مع أنهم يعني في الأمر الواقع قد أخذوا ما هو أكثر من الخمس، يعني هم الآن أخذوا الدولة بأكملها، ومع ملاحظة أن كل ما يقومون به هو باطل. يعني ليست القضية يعني إذا تخلوا عن الخمس أو إذا حتى لو قاموا وطبقوا القوانين النافذة الحقيقية، هذا لا يعني أنهم قد أصبحوا جماعة مقبولة، أو يعني سيظلون متمردين وسيظلوا جماعة انقلابية وسيظل واجبنا تحرير الوطن منهم مهما عملوا صوابا أو خطأ بالممارسات العملية. الحقيقة الخمس يعني هي من يعني مذكور في بآية في القرآن الكريم، يعني هي قضية تاريخية حقيقة. كانت المجاهد يعني المقاتلين في الجهاد يستولون على غنائم، طبعا لم يكن هناك رواتب لهؤلاء المجاهدين، ولم يكن كانوا يأتون كل من تلقاء نفسه، بل كل إنسان يأخذ زاده وراحلته معه، فإذا حصلوا على غنائم وانتصروا في معركة وزعت بينهم هذه الغنائم واستخلص منها خمس بنظر قائد الجيش، بنظر في عهد النبي، بنظر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخمس يعني كما ذكرت الآية كان يقسم أخماسا، وما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لله والخمس، لله والرسول سهم، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني خمسة أخماس. طبعا ما يخص الله والرسول وذي القربى، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني بنظره كان يقول ليس لي من أمركم، يعني ليس لي منها شيء، وهذا إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، خمس الخمس. كان يعطي يعني من هو محتاج يعني من المسلمين ومن أقاربه، يعني ممن ينفق عليهم. طبعا هنا يعني من الأشياء التي وضفت حتى الزكاة مثلا، الزكاة يعني أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني وجد أن الحسن أو الحسين أخذ تمرة وأخذها من فمه، وأنه كان يمنعهم من الزكاة. نعم كان، والقدوة هنا أن المسؤول يجب أن يتورع عن بيت المال، يجب أن يتورع عن أموال الناس. لو لاحظت السياق العام كان الله سبحانه وتعالى يقول ويلمزونك في الصدقات، كانت هناك تهم أنه هذا ملك، هذا يريد مال. لما جاءه العباس يقول يعني اجعلني أن يأخذ الزكاة كما كان يقول لناس، قال إن لا نعطي هذا الأمر من طلب أو يحرص عليه، كان يحرص أن لا يقول الناس أنه يؤثر أقاربه. هنا القدوة، يعني الفقه الذي جاء متأخرا وأراد أن يزرع يعني بذور العنصرية والسلالية، يعني جعل حتى من تحريم الزكاة مع أنها كانت آني في عهد النبي تنزها باعتباره الحاكم والمسؤول عنها، والقدوة فيها أن كل حاكم أو مسؤول يجب أن يتورع عن أخذ أموال البيت مال المسلمين، جعلوا منها سبيلا للتفاخر والتباهي والامتياز بين الناس، ثم عوضوها بقضية الخمس. يعني ما يهمنا هنا أنه بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف نقسم هذا الخمس، يعني الفقراء والمساكين وابن السبيل واضحة، قالوا الله، طرحت آراء أنه الله ورسوله، طبعا يعني الحاكم الجديد، قالوا ذو القربى، قال بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بعد ما توفي، قال بعضهم قرب الخليفة هو قرب يعني بدل قرب النبي، كان رأي فردي عندما نوقش لم يؤخذ به، قال بعضهم يستمر قرابة النبي، قالوا لا. فأجمع رأيهم والفقهاء منهم فقهاء الصحابة أن سهم الله والرسول وذو القربى يعود لبيت المال. لاحظ هذا ما تم في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، يعني مفروض هنا المسألة حسمت. دعنا نركز على ذوي القربى الموجود في الآية، من تعني؟ نعم أنا أريد أن أقول هنا يعني لأنه التطبيق الخلفاء الراشدين كانوا أفهم، أخذوها لبيت المال، قالوا النبي جعل لأقربائه منها، هنا الآن أخذوها لبيت المال يشتروا بها سلاح وما إلى ذلك. سهم الله والرسول وسهم ذي القربى، يفترض أن حصل إجماع. تخيل بعد أكثر من 100 سنة أو 150 سنة أو 200
أتى بعض الفقهاء قالوا لا، يعني ترجع لبني هاشم. طبعا على فكرة هذا النقاش كان نظريا، لم تأتي دولة وتخصص هذا يعني، وفعلا أنهم كانوا يحصوا بني هاشم، لأن بعض الفقهاء قال أنها حتى لو كانوا أغنياء لصغيرهم وفقيرهم وغنيهم وذكرهم وأنتاهم. طبعا لاحظ معي أن قضية الخمس بكلها هي قضية اجتهادية موكولة إلى تطور الزمن. يعني الآن في العصر الحديث ما فيش خمس بالأصل، يعني حتى قضية الغنائم ما هيش موكولة للناس هكذا فوضى. بإمكان الدولة الآن مثلا نحن في حرب، يعني عندما يعني يستولي الجيش الوطني يستولي على غنيمة سلاح وغيره، لمن يعود؟ للجيش الوطني، يعني القيادة التي تتصرف. لو رأت أن توزع مكافأة للمقاتلين فليكن، لكن من حقها أن تمنع حتى أن يأخذ الجيش المقاتل منها. لماذا؟ لأنه أصبحوا هؤلاء يأخذون يعني مرتبات، وبالتالي هذه قضية تاريخية تجاوزها الزمن. إذا كان الخلفاء الراشدين الأربعة قد تجاوزوا قضية ذي القربى واعتبروها أنها أصبحت لبيت المال، الأربعة بما فيهم الإمام علي، الإمام الشافعي رحمه الله هو الذي أعاد المسألة وقال أنها لبني هاشم. فلما قيل له إجماع الخلفاء قالوا أن بني هاشم لم يرضوا، قالوا فالإمام علي قال إنما أراد أن لا يخالف الشيخين. لكن هناك من يعني حتى من مذهبه من خطأه في هذه المسألة، وقالوا الإمام علي لو كان يرى لهم حق لا يعني ما كان يهمه أن يخالف أبو بكر وعمر، وهو الذي قالوا له يعني أن يعمل بسيرة القال أن أجتهد برأيي. يعني لو كان يرى لهم حق لفعل، لكنه لم يفعل طوال فترة حكمه. فالمسألة محسومة هنا. يعني الإمام أبو حنيفة قال الخمس انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمام الأعظم. وحتى قضية الزكاة قال بني هاشم. هنا حتى إذا المشاهد يركز معنا، الخمس وللرسول ولذي القربى التي تقول على أنه انتهى، أو الخمس بشكل عام؟ يعني الخمس بشكل عام انتهى مع بشكل عام انتهى لما أصبح الجيش يستلم راتب، فأصبح قضية الخمس كله موكول للإمام، الدولة أصبحت تعطي راتب. لكن خمس الخمس الذي منه هذا الذي كان حوله الجدل، خمس الخمس الذي كانوا يقولون للقربى وفسروه ببني هاشم، هذا يعني انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الخلفاء الراشدين أخذوا لبيت المال خمس الخمس. يعني الحديث هنا عن خمس الخمس وليس خمس عن الخمس. يعني الحوثيين حددوها ب20%. طبعا المسألة بقيت عند الشيعة. يعني لاحظ الشيعة الاثنى عشرية وليس حتى الزيدية، هم توسعوا في المسألة وقالوا الخمس حتى من كل ما يملك الشخص، ثم جعلوها لأنها للإمام الغائب، ثم أتى الفقهاء وتحت هذا السيطرة أنهم نواب الإمام الغائب هم من يستلموها. حتى الخمس قالوا وما فإن لله خمس هو للرسول هذا يأخذها الإمام، ولذو القربى ذو قربى الإمام، واليتامى يتامى بني هاشم، والمساكين مساكين بني هاشم، وابن السبيل يعني بني هاشم، فأخذوها الكل. الآن يعني هؤلاء الذين كونوا الحوزات والثروات الكبيرة باسم هذا الاستغلال الذي ليس له أصل، ليس له أصل ديني، بل يناقض مقاصد التشريع وعدالة الشريعة وعدالة الله ويعني وما جاءت به الشريعة. طبعا هذا الشيعة الاثنى عشرية وقامت المؤسسات على هذه. كما قلت لك عند أهل السنة يعني صحيح أن الفقه والفقهاء تناولوها، لكن لم تقم دولة بتطبيقها. وكما قلنا الخلفاء الراشدين أسقطوا قضية الخمس الخمس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. الإمام أبو حنيفة قال الموضوع انتهى. الزيدية طبعا هم حكموا، يعني هم يقولون مثل السنة بالخمس، لكن لهم أو الهادوية، يعني للإمام أن يأخذ ما هو أكثر من الخمس. يعني الإمام الهادي فرض الثلث، يعني فرض لديهم ما يسمى كفالة المجاهد، بل حتى الزكاة التي مصارفها الشرعية واضحة للإمام، يعني في عند الهادوية أن يجعلها كلها للمجاهدين ويحرم الفقراء والمساكين. يعني أنا سجلت نصا يعني لفتوى في فتاوى مجلد اسمه فتاوى الإمام عبد الله بن حمزة، المسألة الرابعة، هل يجب كفاية المسلمين والأيتام؟ يقول الجواب عن ذلك أن المسلمين هم المجاهدون، أن المسلمين هم المجاهدون، ومن خذل الإمام ولم يجاهد بين يديه فهو فاسق، وإن قام بجميع الفرائض لا يخالف في ذلك أحد من العلماء. وأما الأيتام والضعفاء والمساكين والسؤال فالإمام موكول في ذلك إلى رأيه،
فإن رأى إعطاءهم لا يخل بالمجاهدين أعطاهم، وإن كان يخل بالمجاهدين منعهم. وقد كان الهادي عليه السلام بدأ يعطي، ثم ضرب بمثل للهادي أنه بدأ أعطى في أول سنة من وصوله إلى اليمن لمن فرض الله لهم الزكاة، الفقراء والمساكين، ثم منعهم، وهذا سبب أنهم انقلبوا عليه. ثم يهاجم من انقلبوا عليه وأنهم طالبوا بحقهم الشرعي، قال ليس لهم حق. إذا كان هناك جهاد، والجهاد طبعا لكل من وقف ضد الإمام، فللإمام أن يسخر أموال الدولة كلها. ولهذا الحوثي ينطلق من هذه الفتاوى العقدية ومن هذا الموروث العقدي، كل أموال الدولة هي حق له وللمجاهد، للمجاهدين يقاتل تبعا، يفرض على المجاهدين الذين يقاتلون طبعا من وقف ضد الإمام. من يعني الفقراء والمساكين وغيرهم ليس الإمام موكولا بهم إلا إذا فاض ورأى، وفقراء والمساكين من هم معه فقط، أما الآخرين ممن يخالفون فليس لهم، بل يجب عليه أن ينهب أموالهم ويأخذها. وبالتالي قضية فرض يعني كان وصل الأمر يعني بالهادي أنه يفرض الثلث زيادة على الزكاة. يعني تخيل هذه الزكاة، الإمام لما وصل إلى اليمن كانت الزكاة لا تكفي يعني، والرجل كان يريد أن يشتري بها أقوام، يعني جاء المقاتلين معه من طبرستان مرتزقة الذين جاءوا وقاتلوا معه، كان معه بني عم في الرس وفي الحجاز، وكان يريد أن يغريهم بالمال ليأتون إلى القتال. طبعا غنائم، كان يغنم أموال المسلمين وهي لا تغنم، حتى لو فرضنا أنه الإمام الشرعي وأنهم خرجوا عنه، لا يجوز أنك تتابعهم وتجهز جريحهم وتعمل وتنهب أموالهم، لكنهم فعل. لم يكفي ما أخذهم الغنائم، لم تكفي الزكاة وقد حرم منها الفقراء والمساكين. يعني بدأوا يقولون أن ما يصلهم من أموال قليل، له قصيدة في ذلك كبيرة، يعني يقول: بن العم إني في بلاد دنية، قليل وداها شرها متتابع، وليس بها مال يقوم ببعضها، وساكنها عريان غرثان جائع. ويعتذر لهم أنه دخلها قليل لكنه سيحاول. ففرض، يعني تصور أن المسلمين من الضيق الذي حدث كانوا يبيعون أرضهم، لأنه أيضا فرض خرص الثمار، وهذه قضية ظلت إلى أن سقطت دولة الإمامة، وربما عادت الآن مع الحوثيين. كان يذهب المثمر يسموه، يعني يخرص الثمار يفرض عليها، يقدر أن الزكاة كذا، ثم ما له دخل بعد ذلك. إذا أتى لها كارثة، مصيبة، لم يأتي المطر، أتى لها الجراد، أصابها أي شيء، يجب أن يدفع الفلاح الفقير المسكين هذه الزكاة المفروضة على الأرض. وأحيانا يشوفوا السنة التي مثلا يهب الله فيها للناس غلة كبيرة، يفرض عليها زكاة مرتفعة، ثم إذا أتت سنة قحط يجب أن يدفعوا بأثر رجعي. وأحيانا كان يطلب منهم مقدما، حق 3 سنوات مقدما، ما هو داري ما عند الله. فقام الناس كانوا يبيعون أرضهم، كان الذي يشتروا كانوا اليهود في تلك الفترة. طبعا اليهود عليهم الجزية بإجماع المسلمين كلهم، شاف أن المسألة يعني بيقل الأموال التي يستجلبها منهم، ماذا فعل؟ جمع اليهود وخيرهم بين خيارين: إما أن يتركوا أرضهم ويردوها للمسلمين علشان يخرج منها الزكاة، أو أنه اخترع لهم اجتهاد جديد يدفعوا التسع وليس العشر، وأجبر اليهود يدفعون التسع يعني، وقال لهم وعادوا أحسن حظا من المسلمين، لأن المسلمين ما وجل العشر فقط، كانوا يدفعون ضيفة المجاهدين ويدفعون يعني الثلث، ويعني وللإمام أن يفرض ما شاء حتى بنصف مال الناس من أجل تقوية المجاهدين. فهم بالتالي هذه حتى أموال الزكاة، تخيل أنهم ظل يقول أن الزكاة محرمة على بني هاشم وما إلى ذلك، كان يجمع كل شيء ويأكلونها ويوزعونها فيما بينهم. وهذه قصة مشهورة، حتى أنه يعني الإمام ابن الأمير الصنعاني معه قصيدة شهيرة: سماعا عباد الله أهل البصائر، قصيدة مشهورة أتاها للأئمة من آل القاسم، وكيف أكلوا الزكاة وكيف خالفوا النص الظاهر والصريح: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، في حين أنهم وزعوا البلاد، كانوا يوزعونها إقطاعيات لأسرهم ولهذه الأسر التي أثرت. لاحظ إلى اليوم، يعني أحدهم وهو كان زيديا كبيرا تساءل ذات مرة: أموال الهادي إلى اليوم تسمى وقف الهادي، لا زالوا إلى اليوم في صعدة وفي غيرها، تخيل بعد 1200 عام وأموال الهادي لا زالت موجودة إلى اليوم من الأموال التي أخذها من اليمنيين. طيب أستاذ زايد، يعني
جميل منك هذا التدفق وكثير من النقاط أيضا أوضحتها، وسنناقش أيضا معك هذا الموضوع سنستكمله. معي الآن عبر الهاتف وكيل وزارة الأوقاف الشيخ محمد عيضة شبيبة، نشركه معنا في هذا الحوار عن التوظيف السياسي لمصطلح الخمس عند الحوثيين. شيخ محمد أهلا وسهلا بك. مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مع ضيفنا هنا في الاستوديو وكيل وزارة الثقافة الباحث زايد جابر، نتحدث عن التوظيف السياسي لمصطلح الخمس عند الحوثيين. ربما أشار إلى ما يتعلق بخمس الخمس وما يتعلق بالغنيمة وما يتعلق، وهذا كله اليوم نناقشه بعد أن تقدم الحوثيون بمشروع قانون يريد أن يمرروه عن طريق من تبقى من أعضاء مجلس النواب لشرع نوع عملية نهب أموال المواطنين بما يسمى أخذ 20% مما سموها الخمس. ما تعليقه؟ أحييك أخي العزيز وأحيي ضيفك الكريم أستاذنا الأستاذ زايد، وحقيقة ما كان هناك حاجة إلى مداخلتي والأستاذ موجود عندكم، فكل الصيد كما يقال في جوف الفرع، هو المفكر وهو المثقف وهو الخبير بهذه الجماعة وبأكاذيبها وبأساليبها. بالنسبة يا أخي لما عرض على مجلس النواب، أولا أريد أن أنبه إلى شيء، وهو مجلس النواب من بعد المبادرة الخليجية محكوم بالتوافق، قراراته محكومة بالتوافق، فلا يعتبر أي قرار لمجلس النواب ما لم يكن بالتوافق، هذا أولا. الأمر الثاني، حتى ولو فرضنا أن الذين في صنعاء يعني قراراتهم أو أن مجلس النواب غير محكوم بالتوافق، لو فرضنا أنه غير محكوم بالتوافق، فمجلس النواب أعضاء مجلس النواب اللي في صنعاء يا أخي في حكم الأسرى، يعني في حكم المكرهين، العصا الغليظة على رؤوسهم، الإقامة الجبرية مفروضة عليهم، لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، وبالتالي فهم يساقون إلى مجلس النواب سوقا، ولا بد أن يقرروا ما يريد أبو علي الحاكم والفيشي وعبد الملك الحوثي، وإلا فأنت تعرف ماذا سيكون مصيرهم. فالأسير لا رأي له، والمكره لا يبنى على كلامه حكم، فمجلس النواب أو أعضاء مجلس النواب في صنعهم في حكم الأسرى. ثم يا أخي أنا أقول لك، قرروا أو لم يقرروا، أبناء اليمن جميعا، المواطنون جميعا متساوون في الحقوق والواجبات، ما في حد أحسن من حد، ولا يمكن أن يخصص لهذا خمس وهذا ربع وهذا ثلث أبدا. الناس سواسية في السلطة في الثروة، شركاء على مسافة واحدة ومتساوون. قضية الخمس وما الخمس هذا لا يمكن أبدا أن يكون، وهؤلاء كما هو معلوم لا علاقة، حتى ولو قلنا المسألة فقهية أو أتينا نناقشها من ناحية فقهية، مع أن الموضوع بعيد كل البعد عما يطرح، لا علاقة للفقه بهذه المسألة، وهؤلاء حتى لا يعني هؤلاء ليسوا قرابة، ليسوا حتى قرابة، لو قلنا على فرض هؤلاء ليسوا قرابة، بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 1400 سنة، كيف قرابة؟ يعني قريبة بعد 1400 سنة أقول هذا قريب فلان، هذا مش منطق. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي القربة، قال ما تركناه ما تركناه صدقة لا يورث، يعني حتى فدك لم يعطى لفاطمة رضي الله عنها الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث ما تركناه صدقة فإنا لا نورث، أي لا يعطي قرابة صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا. القرابة هؤلاء الذين يعني بالله عليك هل من المنطق يا جماعة يا عالم؟ القرآن نزل على سيدنا محمد وأتى به جبريل، أتى هذا القرآن العظيم اللي هو رسالة العالمين بالتساوي، هل أتى القرآن هذا ليأمر أهل اليمن ليعطوا خمس الثروة أو خمس الخمس، خمس الثروة وخمس الخراج، يعني يعطوا الخمس له ضحيات؟ معقول هذا الكلام؟ يعطوا أبو علي الحاكم ويعطوا عبد الملك؟ إيه لو قلنا يعني
أعتقد الكلام هذا مش منطقي وليس صحيح. فنحن يا أخي دولة، والدولة هذه تتعامل مع مواطن، فإذا كانوا مواطنين يعني يؤمنوا بالمواطنة المتساوية فلهم ما لليمنيين وعليهم ما على اليمنيين. إذا كانوا يروا أنفسهم أنهم أعلى نسبا وسلالة وأنهم طبقة مميزة وأنهم ليسوا كاليمنيين فليذهبوا يبحثوا لهم عن أرض غير أرض اليمنيين، لأن اليمنيين الثروة ثروتهم والتقاسم بينهم على التساوي وبالتساوي وبالعدالة. إذا كانوا يروا أنفسهم مواطنين أعلى درجة من اليمنيين فليذهبوا إلى أي أرض يمكن أن تؤويهم ويمكن أن تعطيهم. أما أرضنا فهي لا تقسم خراجها لمواطنيها إلا بالتساوي. إذا كانوا مصرين على أنهم فوق الناس وأن الحكم لهم وأن البطن وأنهم وأن الرئاسة والحكم والإمامة في البطنين والولاية في البطنين والاستفاء ومن هذا الكلام الخرافي الممقوت المنبوذ، فليعلموا أنهم لا مكان لهم بيننا ولا يمكن أن يعيشوا معنا، إما أن نفنى نحن أو يفنوهم. طيب شيخ محمد، دعنا نختم معك فيما يتعلق باستخدام المصطلحات الدينية هذه للتدليس على المواطنين لنهب أموالهم. ما خطر هذا على المواطنين؟ أولا ممن يقعون تحت سلطتهم، ثانيا ممن اغتروا بالولاء لهم إما سلاليا أو يعني مصلحيا، حتى من تجار من أصحاب رؤوس أموال. هل هذه المصطلحات وهذه الإجراءات تؤثر عليهم ومطلوب منهم أن يرفضوها؟ هذه تؤثر على الجميع، لأنها انتزاع لمال الناس بغير حق، لأنهم يعني يريدون أن يكون يعني كانوا يفرضوا علينا الجزية لهم، نعطيهم أموالنا نعطيهم ثروتنا نعطيهم الخمس. هذا ينبغي أن ينتفض من أجله كل حر، كل إنسان. ليس لأحد حق في مال الشعب أبدا إلا ما أوجبه الله على الإنسان المسلم، وهي الزكاة. الزكاة فقط تعطى للفقراء من أموال الأغنياء بالنصاب المعروف المحدد في الشريعة الإسلامية. غير ذلك مما يريدونه اليوم فهو كلام مرفوض، ولا يمكن أبدا أن نعطي الجزية لهؤلاء، ولا يمكن أن يرضى بها أي حر، وينبغي أن يقاوم الجميع مثل هذا الكلام. صحيح في الواقع العملي أنهم قد أخذوا الثروة كلها وليس الخمس. اليوم الشعب ليس من هؤلاء اللصوص حتى الخمس. الشعب اليوم يعني حتى خمس الخمس ليس له، أكلوا الثروة وأخذوا السلطة وانقلبوا على إرادة الأمة وإرادة الشعب. لكن لا بد أن نقاوم هذا الجور، لا بد أن نقاوم هذا الظلم، لا بد أن نقاوم أيضا هذه الخرافة. أهل البيت هذه يا أخي أبو حيان لا علاقة لهم بالبيت، أهل سعد لا علاقة لهم بالبيت، أهل البيت يا أخي لا علاقة لهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، أبعد الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا الأمر كهنوت خرافة مرفوض. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الناس سواء كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. الناس لآدم وآدم من تراب، هذه نصوص محكمة جلية واضحة. فكل ما عدا هذا الأمر مرفوض. مرفوض أن نعطي الثروة أو شيء من المال لفئة معينة أو لأسرة معينة أو لطائفة معينة، هذا الكلام مرفوض يرفضه الدين. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطي أحد، أبو بكر لا يعطي أحد، عمر لا يميز أحد، عثمان كذلك، علي كذلك. مثل هذا الكلام، هذا كله خرافة، هذا كله كهنوت، هذا كله امتصاص لأموال الشعب لقوة الشعب. يا أخي هذا أكثر من 1200 سنة وهم يأكلون بيض الشعب وسمن الشعب ولحم الشعب وعظام الشعب وثروة الشعب، دمروا الشعب. والسبب أننا لم نعي، والسبب أن الجهالة لا زالت ترجع في أوساطنا، السبب أننا لم نرفض هذا الكهنوت ولم نوعي الأمة لترك هذا الكهنوت. هذه الخرافة، هذه الشعوذة، هذه الفئة التي تستخدم الدين لتأكل لتشبع بطنها. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد
قد مات عليه الصلاة والسلام مدر آخرون عن اليهود. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يشبع عن خبز الشعير. هؤلاء يريدون باسم الإسلام يأكلوا أموال الأمة لو ألف لا لكن أبدا أن يرضاها أحيانا يحر. ولذلك يتسترون وراء هذه المصطلحات. الشيخ محمد عضا شبيبة وكيل وزارة الأوقاف، أشكرك جزيل الشكر، شاركتنا هذا الموضوع وأفدتنا كثيرا فيه. أستاذ زايد جابر وكيل وزارة الثقافة، سنكمل معك الحوار بعد أن نخرج إلى فاصل قصير. شاهدينا فاصل قصير ثم نعود إليكم ونكمل حوارنا مع ضيفنا هنا في الاستوديو الباحث زايد جابر وكيل وزارة الثقافة حول التوظيف السياسي لمصطلح الخمس عند الحوثيين. مرحبا بكم مشاهدينا، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنكمل حوارنا مع ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ زايد جابر الباحث ووكيل وزارة الثقافة والذي نناقش معه اليوم التوظيف السياسي لمصطلح الخمس عند الحوثيين. أستاذ زايد أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. الحوثيون يعني بدأوا بالتحرك لتمرير ما يعتبرونه قانون، رغم أنهم لا يعترفون بقانون ولا يؤمنون به، لكن يريدون أن يمرروا هذا القانون في هذه الفترة. لماذا هذا التوقيت من وجهة نظرك؟ الحقيقة أولا دعني يعني أشكر الشيخ محمد عيضة شبيبة، ويعني هو من الحقيقة من القلائل يعني صاحب المنهجية السلفية الصافية التي يعني تجلي التوحيد وتهدم مثل هذه الأصنام. الحقيقة مفهوم الصنمية والشركية ليس مقصود أن الناس يرجعوا يعبدوا صنم، هؤلاء أصنام الذين يريد أن يقدسوا باسم آل البيت وهم لازالوا يقدسونهم أحياء وأموات، حتى القبور لازالت تجبى لها النذور وتجبى لها، يعني لا أدري يعني كيف يحاول البعض أو يسكت عن مثل هذه الجريمة التي تشوه هذا الإسلام. وأنا أقول ربما يعني الحقيقة ليست هناك الخطورة الذي نتوقعها، ربما الحوثيين قد يتراجعون. حتى أولا كما قلنا القانون يعني ليس هناك مشروعية لما يصدر عنهم من قوانين، ثانيا المجلس شرعيته انتهت ومحكوم بالتوافق بحسب المبادرة الخليجية، والتوافق غير موجود والأغلبية موجودين مع الشرعية الآن. لكن الحوثيين مستفيدين حتى لو ألغي، يعني حتى لو لم يصدر. لماذا؟ هم يريدون أن يبدأ الناس يعودوا الحديث، يعني مجرد أن يظهروا بعض المشايخ وهم يستضيفوا الآن حتى سلفيين وسنة وكذا، ويقول لك يعني قال الفقهاء قالوا كذا وجد كذا وأنه لابد من الخمس وآل عقيل وآل علي وآل. أنا أقول للعلماء هؤلاء وخاصة من المحسوبين على أهل السنة وممن يقف ضد الحوثي ولكنه يؤمن بالخمس، هناك يجب أن نعترف ونكون واقعيين، نقول لهم اتقوا الله في أنفسكم وفي هذا الدين لأنكم تشوهون به. أنا لا أقول اتقوا الله في الشعب لأن الشعب قد حسم أمره ولن يسمع لهم، لا كان سني ولا زيدي ولا شيعي. أرضنا كما قال الزبيري أرضنا حميرية العرق، ليست أرض زيدية ولا شافعية، وبني هاشم أخوة لنا غير أسياد علينا في عنصر أو مزية، فالمزايا في الشعب للبعض دون البعض ثم الأخوة القومية. وعدو الشعب يعني من يريد أن يحكم الشعب باسم القداسة العائلية، هذا كلام الزبيري قبل قيام ثورة سبتمبر. المزايا للشعب للبعض دون البعض ثم الأخوة القومية، بأي عقل يتحدث الناس اليوم أن نذهب نفتش عن جينات أولاد عقيل وأولاد، هذا بحسب كلام بعض أهل السنة أنه يوسعوا الدائرة شوية، أولاد عقيل وأولاد العباس وأولاد. هل تعلم يا أخي الآية هذه التي تحدثنا عنها بداية الحلقة وما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول؟ هذه الآية نزلت بعد غزوة بدر. أتعلم غزوة بدر من مولها؟ قرابة النبي كان عقيل بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب، هؤلاء كانوا في جيش المشركين، والحارث بن عبد المطلب، هؤلاء مولوا جيش الكفار وخرجوا يقاتلوا. تخيل بالتفسير هذا الذي ألصق بالدين بعد انتهاء المعركة وبعد ما قتلوا من المسلمين ما قتلوا وبعد أن أتوا لاستئصال شافة الإسلام، إن الله أنزل لنا قرآنا يقول وجب عليكم تعطوا عيالهم وذريتهم بعد 1000 سنة الخمس من أموالكم. يا سيدي هذا ليس دينا، لو طرح الدين للناس هكذا لكفروا به. وأنا أرى اليوم موجة ردة حتى على الإسلام من الشباب بسبب طرح هؤلاء،
يعني من يعني كيف الحديث عن خمس وعائلة وقداسة ولطفة وأنهم أرفع من قضية الزكاة؟ أنا أرى أن الحوثي بها بإعادة هذا الحديث للصدارة، لأنه ليس لدينا علماء لديهم الجرأة كما مثل الشيخ محمد عيضة شبيبة يكسر هذه الحواجز ويقول هذا كذب وهذا دجل، وليس هناك قرابة أصلا. من المعيب أن نتحدث عنهم كقرابة للنبي صلى الله عليه وسلم، عيب. قرابة للنبي بعد 1400 سنة. الآية تقول القربة. يا أخي كان الحديث عن القرابة في عهد النبي، نقول أنهم قالوا قرابة النبي لأنه أعطى لهم يعني أثناء ما جمع الغنائم، وبعد وفاته قالوا خلاص ما أعرف إيش لكم مثلا. أين القرابة اليوم؟ قرابة المؤمنين، قرابة يعني المجاهدين في ذلك الوقت، قرابة الخلفاء. يعني قضية الخمس الآن كما قلنا بكلها انتهت، يعني الناس كانت حتى قضية الغنيمة ربما الغنيمة كلها لأنه المسألة الآن في دولة وفي رواتب وفي يعني هذه يعني مسألة تجاوزها الزمن، يعني تنظيم معين كان في فترة من الفترات. أنا أقول إن الحوثي يريد استعادة، يعني هو حتى في القانون من كل ما أخرجت الأرض، أنا أقول هذه النقطة اللي وأدخل فيها الزكاة، إن مسألة الغنيمة واضحة، غنيمة الحرب غنيمة الحرب توزع على هذا. للأسف قاله بعض علماء السنة، دعنا نكون واضحين وصريحين، بعض هيئة علماء اليمن قالوا مثل هذا الكلام ونحن انتقدناه في حينه، ونقول من المعيب عليهم ويجب أن يخرجوا ويقولوا يعني أخطأنا، ليس عيبا أنهم هناك تراجع في هذا نعم. لماذا؟ أنا أقول هم يريدوا أن يثيروا مثل هذه القضايا ويجعلوا الناس يسكتوا، يجب على هؤلاء العلماء أن يتكلموا. أي شخص يقول أن لبني هاشم حق سواء مالي بموجب الزكاة أو يعني أو حتى اجتماعي، تمييزهم اجتماعيا أو حتى قضية المودة أن لهم مودة زائدة، فهو دجال وهو بذلك يساهم بالعنصرية. بني هاشم أخوة لنا، هل أكثر من ذلك؟ غير أسياد علينا، هذا منطق الزبيري، هذا أبو الأحرار، هذه الثورة التي ضحى الناس من أجلها. نحن العنصرية لها نوعين، إما أن تحتقر جماعة لنسبها، يعني هناك ناس الآن يقولوا يجب أن نمنع بني هاشم من تولي المناصب ويجب أن نحاربهم ويجب، هذه عنصرية. لكن أيضا من يدعو لإعطائهم حقوقا بسبب النسب، هذه عنصرية. نحن لا نريد عنصرية ولا عنصرية مضادة، هناك مواطنة جاء بها الإسلام وجاء وهي لغة العصر اليوم، يعني هناك مواطنة متساوية. يعني من يعني تخيل الذين يطلقون مثل هذه الفتاوى على عواهنها، وأنه هؤلاء يعني لو قلنا مثلا اليوم بنيها، من يثبت لنا مثلا؟ وما معنى يعني، لأن بعضهم يقول هي مجرد للفقراء منهم. طيب يا أخي الفقير يأخذ، هناك دولة تأخذ ضمان اجتماعي. يعني أقول الآن الحوثي كل ما يقوم به لا قيمة له، وهو لكن على الناس أن يعلموا أنه يريد فعلا أن يستغل مثل هذه يعني مثل هذا التراث الموجود في بطون الكتب ليمرر مشروعها العسري، ليشرع وليس ليمرر. أما المشروع فهو قائم وهو مفروض بالقوة، يعني وهو الآن لو أنك رجعت إلى بعض أعضاء يعني اللجنة الثورية تكلموا أن هناك يقدموا لمحمد علي الحوثي ولا عبد الخالق الحوثي من يريد وظيفة أو يعني لمنصب معين ويقولوا هذا سيد، يعني هم يمارسونها عمليا الآن. هو أيضا بالإضافة إلى الموروث الذي ينطلقون من خلاله، هناك تجربة إيرانية اعتمدت بشكل كبير على موضوع الخمس وزاوجت بين الدولة ونهب ممتلكات المواطنين من هذه الناحية، نهب ممتلكات المواطنين بمسمى الدولة ونهب ممتلكات المواطنين بمسميات دينية. هذه النقطة سأفصلها معك. اسمح لنا الآن أن نشرك معنا الشيخ محمد مقبل الحميري معالي وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى. شيخ محمد أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. نتحدث اليوم مع ضيفنا هنا الباحث زايد جابر وكيل وزارة الثقافة عن التوظيف السياسي لمصطلح الخمس عند الحوثيين، ولعلك اطلعت على ما تم تداوله من محاولات لفرض ما يعتبره الحوثيين خمس على أموال الشعب، فلهم الحق في أن يأخذوا خمس من البترول والديزل والنفط والغاز والزكاة والأموال، وحتى النيس بالنص ذكروا هذه الكلمة، ويريدون عبر مجلس النواب أن تقدم لهم خدمة مجانية في هذا الجانب، ما تعليقه؟
شكرا جزيلا أخي العزيز وحياك الله وحيا الله ضيفك الكريم. الحقيقة أيضا أنتم تتحدثون وتقولون يريدون أن يمرروا عبر مجلس النواب. أين مجلس النواب هذا الذي تحدثوا عنه حتى لا ينطبع أمام الآخرين بأن هناك مجلس النواب بصنعاء ينعقد ويعجز؟ مجلس النواب قد أصدر فخامة الأخ الرئيس أكثر قبل أكثر من عام بنقل مقر مجلس النواب بموجب الدستور إلى عاصمة المؤقتة عدن والذي يجيز له الدستور من ضمن صلاحياته عندما يتعذر انعقاد المجلس لظروف قاهرة، وليس هناك ظروف قاهرة أكبر من هذا الانقلاب الغاشم الذي انقلب منطلق سلالي عنصري طائفي مزق أواصر كل شيء وهدم كل الدولة ومؤسساتها كاملا. فالذي ينعقد اليوم هو مجموعة أشخاص تحت بعضهم بالإغراء وبعضهم تحت تهديد السلاح باعتبار من تبقى وعددهم لا يتجاوز 30 إلى 40 عضو يعني تحت الإقامة الجبرية لا يعتد بهم ولا يعتبر مجلس النواب. ونرجو ألا تقولوا عبر مجلس النواب حتى لا أنا أعرف أن نويتكم حسنة، لكن حتى لا يفهم الآخرين أن هناك مجلس ينعقد. فكل ليس هذه حتى بالمشاريع الذي يعني منطقية لا يجوز لهذا هذه الجماعة أن تنظر فيها لأنه لا يوجد مجلس في صنعاء البتة. أما قضية الخمس وما يتحدثون عنه فهم أيضا ليس التشريع، هم يريدوا يعمقوا الجراح أكثر وليس التشريع اليوم. أما اليوم فهم يأخذوا الخمس الأخماس حتى الخمس لم يعطوه المواطنين ويأخذوا الأربع الأخماس أخذهم كل شيء، يأخذوا كل الواردات كل الأموال كل الضرائب لهم، لا يدفعوا مرتبات ولا يعطوا حقوق الناس ولا وتحصلهم في صنعاء الناس في بؤس وجوع، والحوثيين من هذه السلالة يتطاولون في البنيان نتيجة للثراء الفاحش الذي أصابهم على حساب آلام وجراحات الناس وأجسادهم النحيلة التي تكاد تنقرض. هذا يعني هو كما قلت يعني تعميق للفرقة وأن الناس طوائف ويشعر الآخرين بالتميز، وهو أنا أعتبره غباء وانتحار لأنه لا يمكن أن يتم ولا ينبغي أن يرضى به عاقل من بني هاشم. ولذلك قبل أن أقول للشعب أن يثور لأن الشعب قد ثائر، أقول لعقلاء الهاشميين المناوئين أن يكون صوتهم أكثر ارتفاعا في هذا الظرف رفضا لهذه الممارسة، لأنهم سيورثوا لهم تركة حقد من قبل الشعب نتيجة للظلم الذي مارس هذه الفئة باسم بني هاشم باسم الهاشمية بالأخير باسم بني هاشم تنهب هذه الأموال وتذهب إلى جيوب الحوثيين وأتباعهم. يعني عن أي آل البيت مثلا يتحدثون؟ هل الموجودين في مأرب من الأشراف أم الموجودين في حضرموت من بيت السقاف والمصطلحات والمسميات الموجودة، أم الموجودين في الداخل أم الموجودين في الخارج؟ ما هذه الأكذوبة الكبرى يا أخي؟ اليمن كله أشراف واليمن كله سادة قومهم واليمن كلهم سواسية والآل إذا ذكر الآل يذكر القوم والأتباع. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، آل فرعون ليس أسرته ولكن القوم الذي اتبعوه يعني وكل جماعة من الجماعات أو كل نبي من الأنبياء من يتبعه يصبح من آله، سلمان من آل البيت، قال منا آل البيت، فليس لهم أي تمايز بأي حق من الأحوال، ولكن يعني شاء الله أن يفضحوا أنفسهم أكثر ويعمقوا هذه الفجوة ويكشفوا عن وجوههم القبيحة التي تحقد على الشعب اليمني وتريد أن تستاثر بكل شيء. كما قلت يعتقدون أنهم يؤسسون للمستقبل، هم لا يؤسسون للمستقبل إلا حقدا وعداء. أما الآن فهم يأخذون كما قلت كل الأموال وليس الخمس بمثال الغطرسة والنهب وقهر الشعب وحرمانهم من أبسط حقوقهم. فكما قلت أنا لماذا أقول أريد بني هاشم؟ لأن هناك شرفاء من بني هاشم، هناك ناس منهم معنا في صفنا نريدهم يكونوا أكثر ارتفاعا صوتهم، ويا ليت تجتمع حكماءهم ويصدروا بيانات تنديد ورفض لهذا
الأمل الذي سيورث لهم عداء. أما السكوت فإنه يعني قد يفهمه البعض بأنه نوع من المداهنة، أو بعض الرباب أنا أدرك أنهم لا ليسوا الكثير منهم لا يرضى بذلك، ولكن ربما يخشى عن نفسه، ولكن يجب أن يتحملوا قدرهم ويواجهوا هذه المصيبة التي أصابت اليمن. ويعني هذا يحفزنا إلى أن هؤلاء القوم لا يقبلون القسمة على اثنين، ولا يمكن أن يتم الاتفاق معهم سياسيا. ولذلك علينا جميعا أن ندرك أن الحسم هو السلاح الذي سيمضي، ويجب أن نلتف جميعا ويكون حزبنا اليمن تحت قيادة الشرعية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي لينتهي هذا السرطان الذي أصاب الجسم اليمني الكبير. معالي وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الشيخ محمد مقبل الحميري، كنت معنا، أشكرك جزيل الشكر. وأعود إلى ضيفي هنا البحث زايد جابر فيما يتعلق بالخمس دقائق المتبقية. نريد أن نشير إلى النقطتين، النقطة التي كنت أشرت إليها أنا سابقا، والنقطة الأخرى يعني محاولة تصدر بيت بيتين من هذه المسميات المشهد وجلب الأموال على افتراض والتسليم إن صحت هذه الأشياء رغم أنها لم تصح، جلب الأموال باسمهم ولهم وبقية الأسر، من هم في الداخل في الخارج في اليمن في غير اليمن؟ طبعا هي أكذوبة، والموضوع بأسره. يعني احنا كما قلنا وأؤكد يعني كلام الشيخ محمد مقبل الحميري، يعني مهم جدا أنه ليس هناك مجلس نواب في صنعاء، وبالتالي كل ما يقومون به غير شرعي، هذا أمر وارد. ربما نحن نناقش آثارها الفكرية ومحاولات التضليل وإثبات أن لهم حق، هذا الكلام طبعا ما يحدث. مثلا خذ مثلا في إيران المرجعيات تأخذ ملايين من أنحاء العالم، في الأخير هذه المرجعية أسرة أثرت من أنحاء العالم. كل من هو ملتزم بالمرجعية يرسل له الخمس، حتى خمس الراتب يرسل للمرجع، يعني الذي يتبع السيستاني والذي يتبع خامنئي والذي يتبع كان في لبنان، يعني كل من هو يعني من هو مرجعه أرسل لها الخمس. في الأخير يعني هي أكذوبة صحيح باسم آل البيت وكذا، هم يقولون مثلا في الشيعة الاثنعشرية إن الحق هو للإمام الغائب، وفي ظل غيابه المرجعيات تأخذ. يعني بالنسبة لما هو يعني لماذا نقول الأمر أكثر من يعني لا ينبغي المداهنة، وأنا معه أنه حتى الهاشميين يا أخي ليس هناك أكثر ضررا منهم ممن يوهمهم أن لهم حق الاصطفاء الإلهي. رحم الله يعني أبو الأحرار محمد محمود الزبيري يعني في كتابه العظيم أو الكتيب العظيم الإمامة وخطرها على وحدة اليمن، هذا من أفضل الكتب الذي يجب أن يقرأه كل يمني، وهذا الكتاب أصدره سنة 1957 قبل قيام الثورة بخمس سنوات، يتحدث عن خطر الإمامة على وحدة اليمن، وفي عنوان داخلي الإمامة وخطرها على الهاشميين. ليس هناك يقول في الكتاب خطر يتهدد الهاشميين كما تتهددهم فكرة الإمامة وفكرة الاستفاء. هذا الخطر يعني الآتي لهم من ناحيتين، من ناحية أنهم يظلون أقلية في المجتمع، وادعاءهم حق التميز سيؤدي إلى رفض من قبل الأقلية، وهذا سيلحق بهم أضرار. لا يمكن أن يقبل شعب من الشعوب أن هناك فئة ترى نفسها لها حق من أمواله ولها حق أن تحكم كما هو موجود اليوم، وبالتالي ستنشأ عنصرية مضادة، وهذا ليس لصالحهم. والخطر الثاني سيأتي بالصراع الداخلي، كما قلت ستأتي أسرة باسم آل البيت والهاشميين، والأسرة الثانية تطمح، وكل إنسان يرى نفسه، ثم يأتي الصراع، والتاريخ كله شاهد، يعني بيت الوزير مع بيت حميد الدين مع بيت شرف الدين مع بيت يعني الهادي مع بيت المنصور، هذه كلها أسر تصارعت حتى اليوم داخل في صعدة، وكان الموارد لا تزال محدودة لأنهم أخذوا الزكاة وكانت الدولة لا زالت قائمة في عهد النظام السابق، يعني هذا، وحدث صراع على الموارد البسيطة وكثر بعضهم بعضا، عبد العظيم وبدر الدين، يعني العقلاء منهم يجب أن يلجوا، سفينة النجاة هي المساواة وليس آل البيت كما يزعمون في حديثهم الموضوع، آل البيت سفينة من ركبها نجاة، سفينة النجاة هي يعني القيم التي آمن بها الشعب، هي الثورة، هي سبتمبر، هي الدولة، هي الدستور، هي القانون، هي العدالة. يعني الناس يا أخي خرجوا من هذه يعني هذا أمر
ربما تجد له تبريرا أو تفسيرا قبل 10 قرون عند قبائل عربية عاشت على التباهي والتفاخر بالأنساب، لكن من المعيب اليوم في القرن 21 حتى لغير المتدينين وهو يرى العالم كيف داس على هذه العنصرية وأصبحت من موروثه الأليم وموروثه السيء. يأتي رجل أفريقي يعيش بأمريكا يعني كم سنة ويصبح مواطنا ويترشح ويصبح رئيسا، في حين أن هؤلاء يرون أنهم أصحاب الحق وأن لهم وأن لهم. أنا أدعو كل من يقول أنهم عن حوثي ألا يردد هذه الأباطيل ويضلل بعض. أنا لا أقول، أنا أجد وألاحظ في مواقع التواصل هناك أناس بدأوا يطعنوا بالإسلام. الإسلام براء من هذه الخزعبلات، من هذه يعني كل ما هو أتى يناقض أصول الإسلام في الحرية والعدالة فهو يعني موضوع أو مؤول. يعني ابن القيم الجوزية له كلام جميل يقول إن الشريعة هي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها، فأيما أمر خرج من العدالة إلى ضدها ومن المصلحة إلى غيرها فليس من الشريعة وإن أدخل فيها بالتأويل. ما يدور حول هذه القضايا التي فيها تفضيل ويعني وصفة إلهي هي أحد أمرين، إما نصوص غير صريحة لكنها غير صحيحة مثل الأحاديث الموضوعة التي يرويها الشيعة وتسربت بعضها إلى كتب السنة، وإما نصوص صحيحة ولكنها غير صريحة وإنما أدخلوها بتأويلهم الفاسد، كما في قضية يعني الآية التي قرأناها والمتعلقة بقضية الغنائم وكيف توزع. وبالتالي عليهم أن يكونوا صريحين وأن يقولوا للناس أن مصلحتكم ومصلحة أبنائكم ومصلحة اليمنيين جميعا هي بالمساواة، واتركوا هذه الخرافة. بني هاشم إخوة لنا، فقراءهم مثل فقراء بقية الناس، هناك ضمان اجتماعي وهناك زكاة يأخذ منها الفقير. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لم يقل، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ولم يقل واستثنوا بني فلان وبني فلان. يعني كون النبي كان حاكما ورفض تعففا أن يعطي لأهله، نقول القدوة فيها أن كل حاكم يجب أن يتعفف عن بيت مال المسلمين، لكن الفقير يأخذ منها. ثم أن الحديث عن مجرد القرابة والآل وأهل البيت اليوم بعد 1400 وإسقاطها على الحوثي والديلمي يعني والمتوكل وفلان وفلان في اليمن وغير اليمن، هذا أمر يعني يتناقض مع العقل والمنطق والشرع وكل يعني ما يعقله الناس. ليس لنا يعني إلا أن نتمسك بالقيم الجامعة والمساواة، وأن يعني نخاطب الشعب إلى أساليب هذه الفئة وهذا الكهنوت الذي يريد أن يشرع سلبهم لأموالهم. أنا أقول اليوم الحوثي مثلا يقيم الاحتفالات وغيرها ويأتي إلى التجار وينتزع منهم بالقوة، هو ماذا يريد من هذا القانون والذي يسميه قانون وممكن أن يصدره حتى دون العودة إلى من تبقى من المختطفين من أعضاء مجلس النواب الذي لا شرعية له في صنعاء كما تكلم الأخ محمد مقبل. أقول بهذا يريد أن يقول أنه هناك قانون، لكن أنا أتوقع أنه يريد من إثارة هذه القضية أن يأتي، ولا زال له هناك علماء من المحسوبين على أهل السنة ومن السلف وبعضهم أصبح يشتغل مع الحوثي الآن، سيأتون له من التراث وفي تراثنا الكثير والكثير من العنصرية الموجودة، سيأتون له بأقوال القدامى والمحدثين يتحدثون أنهم أن الزكاة إنما هي أوساخ الناس وأن بني هاشم نظرا لرفعتهم إنما يأخذون الخمس الذي يؤخذ عنوه وأن الأمة ظلمتهم وأن هذا الكلام هو يريد أن يرسخ فكرة اصطفائه المفروض بالقوة العنصرية الآن، وإنما يريد يعني أن يأتي بأقوال من خارج المذهب الهادوي السائد اليوم ليقول أن هناك إجماع. هم يزعمون ذلك، يعني يقولون أنتم تصلون علينا، مثلا الناس يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لم يقل أحد أنكم أنتم آل محمد، لكنهم كما قلت وكما هو موضوع الحلقة يستغلون المصطلحات القرآنية. يعني يقول الله إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت وهو يتحدث عن نساء النبي، الآيات قبلها وبعدها تحدث عن نساء النبي، فيأتي ينتزعها من السياق ويسقطها على نفسه وكأن يقول أنه الله بعد الرجس عن يعني عبد الملك الحوثي وعن حسن زيد وعن يعني هذا أمر جنوني، هذا لعب بآيات الله وبالكتاب وبالسنة وبالقوانين وبكل شيء.
يعني أعتقد أن شعبنا قد شب عن الطوق وأن الناس قد فهموا مثل هذه الأساليب، وإنما لا بأس من التذكير بها وتذكير الناس، ونحن قد تجاوزنا هذه الفكرة منذ قامت ثورة 26 سبتمبر وسقط صرحهم الممرد من الإمامة ولم يعود مرة أخرى بإذن الله. الباحث زايد جابر وكيل وزارة الثقافة، سعدنا بك اليوم، أشكرك جزيل الشكر. شكرا لكم. شكرا لضيفي اللذين شاركاني هذا الحوار، الشيخ محمد عيضة شبيبة وكيل وزارة الأوقاف، ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الشيخ محمد مقبل الحميري. الشكر موصول دائما لكم مشاهدين الكرام على المتابعة، سنلقاكم في حلقات قادمة إن شاء الله لنكمل معكم مواضيع أخرى. استودعكم الله وإلى اللقاء. شكرا سيد زايد.